بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال، آمين يا رب. الآن نزور الآيات الأخيرة من سورة صاد، مش نعرف بالضبط تاريخنا نحن الإنس والجن، خاصة بنات ركيز على ما جرى لأبينا آدم عليه السلام عند الرحمن. مش تعرفوا العداوة بدأت من فم إبليس، كشر على نيابه ونحى الأقنعة اللي كان يظهر بها وظهر على حقيقته، ورب أراد ذلك، وهذا مكر المولى بخلقه اللي ما يمشيش في الطريق الصحيح يمكر به المولى، ولهذا تعامل مع الله بما يجب أن يتعامل مع الخالق سبحانه وتعالى، ولا خالق سواه. اللي يحترم روحه يبدو قبل ما يحترم روحه يزم يحترم مولاه. اللي ميستعرفش اللي فما مولى يقول لك أنا أتي أنا ملحد، فأعلم أنه أشر الخلق وأجل الخلق. وقد مر عدة مرات قولنا هذا، أشأم الخلق هم من يفتخرون على رؤوس الملاب أنهم ملحدون، وإحنا عنا في العالم الإسلامي بين ظفرين نسبة مئوية عالية من هؤلاء الأراذل من أسوأ مخلق ربي. هم يقولوا لك أما يمشي في مذهب الملحدين تراه يستحيل باش يكون عنده يقين في أن هناك إله رحمن رحيم، وأنه من غالب على خلقه أجمعين، وأنه يعلم السر وأخوى من السر. هذا مستحيل، النوع هذا اللي هو له الأغلبية السائقة الآن في العالم كله، خاصة في العالم اللي نذكره كونه عالم إسلامي، منين جاء الإسلام ومنين جاء هما حتى يوليوا عندهم علاقة سليمة بالإسلام. لا إسلام لكم، تتعين بأعداء الإسلام، نصارى وصهاينة وكرب، عندك أنت هكا أعلى مستوى توصل أنت تحققه في حياتك، ما حققت شيء. لا صهاينة عندهم يقدموا لك من أشياء ترضي الرب، ولا الكنائس معظمها تغضب الرب وتعصي الرب، وهي تعصي في أماكن مغلقة تعدوا على الصغير اللي هو لا يعلم شيء، ولكن حين يقع عليه عدوان أهل الكنيسة يصدم إلى مدى حياته كلها، ولا يفكر باش يعلن عن ما جرى له في حقيقة ذاته الإنسانية، يقع دائما جراح ورا جراح يكتمها ويعاني من الكتمان. يا ناس راكم قاعدين تعملوا في عدوان في حق الأطفال وحق النساء، راكم معتدون معتدون معتدون، متى ستستيقظون؟ راهو لم يستيقظش من جهنم طول طول طول، غير ما يستنى الله أعلم. إذا كان ربي حب يعفو عن خلقه فله ذلك، أما إحنا يزمنا الحيطة، وإحنا يزمنا يكون عنا موقف كما تقول أنت وقائي. أنا شبين ورط روحي مع ربي، أنا مش حاسبني، هو اللي ربطني بمسؤولية. المسؤولية عرفتها أنت شنية المسؤولية، عرفت ربي إيش قال في المسؤولية في شأن الثقلين، فهمت كون المسؤولية ثقيلة، وانت كانك مكشنة وذن عروسة، ها جمان فوتيست خمام. رب قال ايه ولا لا؟ ربي امرنا اش تحبوا، شو اللي ناقصكم باش تستقيموا في افكاركم وفي سلوكاتكم وفي اعازاتكم؟ ام لك تجر كلكم تعتدون البعض على البعض وحرب الكل على الكل؟ لا شنو اخي، فما توا اليوم اسلام في منطقه معينه لا يمسوا شيء من الشيطان، اخداكم تيايرون ذاتها، الله اعلم باسرار حكامها، هل هم كلهم فعلا اعداء
لأعداء الله من جملة العداوة، هل هي عداوة ضد الصهاينة أو عداوة كلامية وفقط؟ ماذا فهم من هذا وذاك؟ ولهذا رد بالكم، لا يأمن مكر الله إلا القوم الغافلون، وأن يروا فيه إحنا ونسمعوا فيه ونشاهدوا فيه ولا نشك أنه موجود، هو كثرة الناس المدعين الإسلام هم أعداء الإسلام، أما يعرفوا لم يعرفوا شنو فيه، هم مورطين مع رب العالمين اللي يعرف كل شيء ولا يغيب عنه أي شيء. والسلام علينا أهل الإسلام بالتمام والكمال.